بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا شباب، عاملين إيه؟ يا رب دايما دايما تكونوا بألف خير وصحة وسعادة وسلام. ورجعنا لكم يا شباب تاني وحكايات ماين كرافت، مع ماين كرافت بالحكايات. وحكاية النهاردة هي حكاية جحا والأمير الحزين. الحكاية كان فيه أمير وكان عنده أخت، وأبو الأمير والأميرة اللي هي أخت الأمير مات. فوقفت شقيقة الأمير وسط الحاشية في القصر، حاشية عن الخدمين، وقالت لهم: انتوا عارفين ان اخي الامير سيصبح هو الملك على البلاد بعد ان ابونا الملك ما مات منذ ايام، ولكن اخويا يجلس حزينا ولا يضحك ابدا منذ عدة ايام، واريد منكم ان تجدوا طريقة لاضحاك الامير وعودة السعادة الى نفسه حتى يتولى الملك بقلب صافي ونفس راضية، لأنني خايف عليه أن يصيبه ذلك الحزن بأمراض أخرى. حاول رجال الحاشية بالقصر أن يبحثون عما يضحك الأمير، وقد حاول الكثير إلقاء النكات وافتعال الحركات البهلوانية المضحكة أمام الأمير وحاشيته، ولكن دون جدوى، فلم يضحك. وكان مصير من يفشل في عدم إضحاك الأمير هو السجن، وكان الغضب يشتد بشقيقة الأمير خوفا على مصير أخيها. انتشرت الأخبار في المدينة بسرعة حتى وصل الخبر لمسامع جحا. جحا قعد يفكر في إيجاد طريقة جديدة تكون سببا في إضحاك الأمير وسعادته. وأخيرا اهتدى إلى بعض المواقف الطريفة والنكات الظريفة، وعند ذلك ابتسم وقال في نفسه: إن شاء الله ستكون المكافأة التي يعرضونها من نصيبي. وذهب جحا إلى القصر وطلب مقابلة الأمير وشقيقته، لأنه جاء بما هو مطلوب. قالت له شقيقة الأمير: أتعلم يا جحا إنك إذا لم تنجح فسيكون مصيرك هو السجن؟ هز جحا رأسه قائلا: نعم يا سيدتي. ثم وقف جحا أمام الأمير وشقيقته وجميع حاشيات القصر، وبدأ مواقفه ونكاته. مرت دقائق طويلة حتى انتهى جحا، ولكن الأمير لم يضحك مما فعله جحا. وعند ذلك اشتد الغضب بشقيقة الأمير، وأمرت الحراس بإيداع جحا في السجن. وحينما أمسكوا بجحا وبدأوا يمشون به إلى السجن، استدار فجأة إلى الأمير وقال له: ألا شيء يضحكك أيها الأمير؟ ألا شيء يضحكك أيها الأمير؟ وعند ذلك ابتسم الأمير، فعاد جحا يقول: على العموم أنا فقير ولا يوجد طعام في بيتي، وهذه فرصة لآكل وأشرب في سجنكم. وعند ذلك انفجر الأمير في الضحك، وكذلك أخذت شقيقته وجميع الحراس والحاشية يضحكون، وعاد جحا إلى بيته بمكافأة كبيرة. حتى لو طال الحزن يا شباب ولا حصلت أحزان، ممكن نحزن بس ما نطولش في حزننا كتير، نحزن شوية وبعدين نرجع تاني لطبيعتنا. الحياة تدوم بالحزن والفرح. وبس كده يا شباب، دي كانت نهاية المقطع. اللي عجبه المقطع مش ينسى يعمل لايك وشير ويشتركوا في القناة إذا ما كنتوش مشتركين. سلام عليكم.